تم صباح اليوم ترحيل 102 عائلة من أصحاب ولا دواوين الاستفادات المسبقة ببلدية وهران. مست 80 عائلة بالمندوبية البلدية ابن سينا والباقي بالمندوبية البلدية البدر والمقران. عندنا 3900 كحصة أولى للسكنات العمومية الإيجارية أو ما يعرف بسكنات التنقيط. فيه 2000 سكن حصة أولية للسكن الهش، ويمكن أنها تكون محل المراجعة بزيادة. فيه كذلك حصة أولية 1900 سكن للسكن الفوضوي أو ما يعرف بحي لي بلونتور.